كأنه ما شفتك عم ترقصي على المسرح؟ لأنه براغيا كانت عم ترقص مع زوجي. وحتى أنت كمان إذا بتتذكر كنت عم ترقص معي، تذكرت ولا نسيت؟ آليا، بدي أحكي مع الأستاذ بشي مهم، رح أحاول ورجيه اللي ما عم يشوفه كمان. شو هو اللي ما عم شوفه؟ إصبعي مضروب وهو عم يجعني كتير هلأ. شوفي، شوي قلت لك إني كتير آسف، عن جد ما كان بقصدي، يعني شو بدي أعمل؟ يا أستاذ شو فايدة الاعتذار هلأ؟ هي لو سمحتي أنا عم أحكي بشي مهم، معلش. وأنا كمان فكرتي مهمة كتير تنو، مو بس أنتي. فيك تقلي له بعدين عنا. أنت شفت براغيا وأبي عم يرقصوا مع بعض هلأ، بس أنت ما كنت شايفة اللي عم يصير هنيك. صحيح. لأنه هنن. منيح اللي حكيتي، الحقيقة نسيت قلك ما شفته لأبي من شوي، هو كان عم يدور عليه بخصوص العقد، كان بده يناقش شغلة كتير مهمة معك. شو رأيك تروح تشوفه؟ ماشي، بشوفكن. أكيد بشوفك. ليش ما خليتيني قل له شي؟ امشي لشوف، تعالي معي. آليا انتي مجنونة؟ ليش ما خليتيني احكي له؟ بدك تحكي له؟ شو مفكرة انه كينغ رح يصدقك؟ مو قلت لك انه ما رح يصدقك؟ لك الزلمة بيوثق فيها ثقة كبيرة. ولا تنسي كمان، مو انتي قلتي لي انه ما بيطيقك بنوب، وانه هو طلب منك تضلي بعيدة عن براغيا بعد يلي صار بيناتكم بالمدرسة؟ شوفي، كتير مهم انه لما بدنا نهاجم حدا نختار الوقت الصح، لهيك هلا لا تحكي شي، لانه بهالوقت هاد براغيا كتير مهمة لزوجك، وبالنسبة لأبهي براغيا هي كل شي بهي الدنيا.